شدد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على تطبيق قوانين تنظيمية على بعض الإصدارات المشاركة في معرض الكويت الدولي 39 للكتاب للحد من المساس بالدول والأديان والمعتقدات. الوزير الحمود الذي يرأس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب افتتح معرض الكويت الدولي 39 للكتاب وسط مشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وأجنبية. دشن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود معرض الكويت الدولي 39 للكتاب نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والذي يقام بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وأجنبية. الوزير الحمود عقب افتتاحه المعرض أكد اهتمام الكويت بدعم الحركة الثقافية وتشجيع التعليم بهدف الوصول إلى تعزيز ثقافة المجتمع وتحصين فئة النشء في ظل تفاقم داء التطرف والغلو في بعض الدول. معارض اختصت في موضوع الطفل والاهتمام بالكتب التي ترعى الطفل، وهم التنشئة المستقبلية اللي احنا نحرص عليها في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بحيث أننا ننمي لدى الناشئة الثقافة من خلال الاهتمام بالقراءة واهتمام بالكتاب، ونحصن أجيالنا القادمة بالفكر المتنور بعيد عن الغلو والتطرف الذي أصبح داء الآن تتعرض له كل دول العالم. وحول الرقابة المسبقة على الإصدارات المشاركة في المعرض، كشف الحمود عن تطبيق قوانين تنظيمية على المشاركين في المعرض للحد من المساس بالدول والأديان والمعتقدات. نحن نطبق قوانين ملزمة، هذه القوانين في محصلتها هي قوانين تنظيمية تسعى لي يعني النأي من الدخول في مساس في العقيدة أو في الأديان أو في الرموز أو في الخصوصيات أو في العلاقات مع الدول. وقام وزير الإعلام بجولة على بعض الأجنحة ودور النشر وأجنحة السفارات العربية والأجنبية المشاركة بالمعرض، والتي تضمنت مشاركة كوكبة من الأدباء والمفكرين والكتاب من الكويت وخارجها.